الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تاريخ اليوم 10/3، تاريخ اليوم 10/3/2023. طبعا برا في هواء شديد، فضل الإنسان في خدمة والكمال لا في الزينة والثروة والمال. كونوا في الطرف عفيفا وفي اليد امينا وفي اللسان صادقا وفي القلب متذكرا. الله المستعان الله المستغاث، الحمد لله على كل شيء دائما وابدا. بقلاوة تركية من ابو كرم صاحبنا وجارنا من انطاكيا. مكانكم فاضي، فضل الانسان في خدمته والكمال لا في زينته وثروته والمال. 10/3 دائما بنقول الله يجيبكم الخير والرزق والنجاح والفرح والتوفيق والمعنى بكم قبل ما يجيبوا إلي، نفسيا ماليا اجتماعيا صحيا واهم شيء ايمانيا. الله اكبر الله اكبر. صلاة العصر يوم الجمعة تقريبا الساعة 3:30 حتصير 2023. هنقرأ دعاء الشفاء لجميع الناس، من شفاء جميع الأمراض الجسمانية العقلية الروحانية الأخلاقية الاجتماعية، ولجميع الناس اللي راحوا من هالدنيا لهديك الدنيا. محمد بهدي، وجميع اللي راحوا الله يرقم أرواحهم. سلم إليكم وإلكم. يا إلهي، هذا عبدك وابن عبدك الذي آمن بك وبآياتك وتوجه إليك منقطعا عما سواك، إنك أنت أرحم الراحمين. أسألك يا غفار الذنوب وستار العيوب بأن تعمل به ما ينبغي لسماء جودك وبحر أفضالك، وتدخله في جوار رحمتك الكبرى التي سبقت الأرض والسماء. لا إله إلا أنت الغفور الكريم. يا إلهي، اسمك الشفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وأنك أنت المعطي العليم الحكيم. سلم إليك وألكم، الله يحفظكم دائما. قلنا احنا كلنا هون زوار بهالعالم، منحب كل الناس، من حبنا لله منحب كل الأهل والجيران والأصحاب والأخوة، وأكيد أكثر شيء منحبه الله. إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المستحسنين، إن الله يحب المتقين. قلنا الصبر أنواع،